غريب الذي يعني يصف أو يجسد لنا مدى شراسة هذه النفس البشرية إذا تفلتت من عقلها الإيمان. أن أحد معروفين مشايخ الذي تعرفونه جميعكم قد بعد إذ توفاه الله سبحانه وتعالى جاءت أناس كثيرة وجموع غفيرة في العزاء تدعي حقوقا قد يكونوا صادقين، أنا ما قصد أنك تشك فيهم لمجرد كثرتهم لا، لكن بعد الأخذ والعطاء تبين أن تدليسا علموها أم لم يعلموه في القضية. يعني كيف عندما كثر عندما كثرت الظباء ويعني استعظم الأمر واستفحل على الوراث، سألوا أحدهم ما قصة هذا الدين أو الحق الذي تدعيه لمورثنا أو لأبينا؟ قال قد وعدني بمساعدة وتوفاه الله. يعني كيف أنزلت الوعد منزلة الدين الواجب؟ ما تستحي؟ ما تخاف؟ وخلي الأشياء التي ثبتت، خلي الحوادث التي ثبتت أنها ادعاء فارغ أصلاً. طيب أنا أذكر هذا أيضاً بالضد حتى لا يتسرع الإنسان ويعني يشن حملات التجريح على المتمنعين، لكن نقول إذا اطمأننت فالشأن خطير، وحاول أن تسارع لتخليص مورثك من هذا من هذه التبعة.